إذن متابعون شباب قناة أس في الغود، أسعد الله مساءكم أينما كنتم متابعينا الكرام من هنا مدينة أسافي وبالضبط للا هنية الحمرية. متابعينا الكرام، حالة كارثية من شباب مخمورين أو كيفما جعل لسان بعض الناس اللي شافوا هذه الكارثة هنايا أنه بيت للدعارة هنا بهنية الحمرية. متابعينا الكرام، اللي تسبوا في عديد من السيارات انهم لاحوا عليهم الحجر، هرسوا لهم السيارات ديالهم هنايا. هو تدخل رجال الشرطة او رجال الحموشي في هذه اللحظات متابعين الكرام، وتم القبض على الشباب المخمورين داخل المنزل للدعارة متابعين الكرام هنا بحي هنية الحمرية. لا لا لا، بعيد عليك اخويا، انا قلت لك هي اللي صور الطوموبيل ديالي ولا صورني اللي احتنت. بعيد عليك، انا صحابي كنمارس المهنه ديالي اخويا. صافي ولا ماشي صحابي؟ انا كنمارس المهنه ديالي اخويا، ولكن وصور لك السياره ديالك، تنصور لك السياره ديالك وتابعني اخويا. لا ما صورتوش، انا شاد في الارض، ما نحن عارفين القانون ديالنا، ماشي اللي ما كيبغيش يبان في الفيديوهات. واش فالرئيس؟ مرحبا مرحبا. لن متابعين متابعين على اس في بود، نعاودوا نذكركم اننا الان كنتواجدوا بدرب مولاي عفوا بهنية الحمرية. متابعين الكرام، مخمورين اللي تموا تحية للزميل حسني. حاليا المشاهدين الكرام كنتواجدوا في حي اللهنية الحمرية، كيف ما شفتوا واحد السيد اللي مخمور اللي تم حاليا وتم الاعتقال ديالو وتم النقل ديالو للدائرة الأمنية، قام على حساب ما كيقولوا الناس اللي كيتواجدوا هنايا، وعلى حساب ما كيقولوا شهود عيان، وعلى حساب كيف ما كتشوف المشاهدين الكرام احد الضحايا اللي كيقول ان السياره ديالو هرسها ليه هاد السيد هذا. كاين عندنا ضحيه اخر هو القدام، حتى هو كيقول ان السياره ديالو تهرست على يد هاد السيد هذا اللي قام، يعني كان طالع هنايا لواحد الدار وقام بواحد. واخا بالنسبه لهاد الدار خويا المهدي، كيفاش هذه عماره، هذه عماره كيف ما سمعتي، ما اظن ما كنظنش ان هاد العماره هي كيف ما قالوا لنا الناس اللي ساكنين هنايا، عماره كتكرى الليله، يعني كيقوموا بها الناس، كيجيو اللي باغي يشري العماره الليله كيجي، يعني نقدروا نقولوا انهم يعني كيجي للدعاره،
نقدروا نقولوا انها منازل الليالي الحمراء ماشي غير للدعاره، يعني تقدر ما تكونش للدعاره وانما اي واحد جا بغى يقوم بشي جلسه خمريه ولا شي حاجه بحال هكا كيجي كيأدي واحد الواجب كيكري واحد الدار. ولكن السؤال المطروح هو فين هما، السؤال المطروح هو فين هما، هو فين هما الناس ديال الناس المالكين ديال هاد الشقق هادو. يعني الناس المالكين ملي كتولي انت مالك لواحد الشقه وحداك حداك ناس ساكنين مع العائله ديالهم وكتجي دير بحال هاد الفلوجات هادو كتكري الشقه ديالك غير من ولا راه عيب، يعني عيب وعار ان مدينه اسفي اليوم نولي نشوفوها مثل هاد الانشطه ديال الدعاره. خصوصا اللي عيبه هو ان واحد يجي براني ويجي للمدينه ويتمارس عليه بحال هاد الشيء هذا، يعني يكون حاط السياره ديالو. خصوصا مدينه اسفي معروفه مدينه الحمد لله الامن والامان، ما كاينش اللي اديك، يعني لدرجه انك تخلي الحاجه ديالك وما كاينش اللي اديها لك ولو في الشارع. ولكن باش تم جاي براني راه كتهز واحد النظره خايبه على المدينه. يعني انت جرب انت الا مشيتي لشي بلاصه وتعرضتي لنفس هاد الحوايج راه من طبيعه الحال انه غادي تقول كلشي بحال أكيد. اي بلاصه مشيت لها غادي نلقاها بحال هكا، تهز نظره خايبه على المدينه. لن نعاود نذكركم متابعين الكرام قبل ما انهيو هذا البث المباشر اننا الان كنتواجدوا بحي هنيه الحمريه متابعين الكرام، يعني مخمور او مخمورين اللي تم الاعتقال ديال الواحد منهم في تدخل رجال الشرطه في اللحظات القليله متابعين الكرام، تدخل رجال الشرطه من اجل انهم يقبضوا على هذا المخمور اللي كيف ما كنقولوا سكر ولا كيزف بالحجر من المنزل ديالو على السيارات العاديه ديال الشباب او ديال الناس اللي ساكنين هنا في جنوب هذا الحي متابعينا الكرام، يعني كسر لهم السيارات ديالهم والان كيتم النقل ديالهم الى دائره الشرطه متابعينا الكرام من اجل انهم يقوموا بالتحريات ديالهم، يعرفوا شكون صاحب هذا المنزل، شكون لمن كيكري، كيفاش كيكريهم. يعني بعض الناس كيقولنا انه كيتم ليالي حمراء هنا بهاد المنازل هنا بشارع هنيه الحمريه. ف هنا غنهيو هذا البث المباشر ديالنا متابعينا الكرام الى بث اخر.